السلام عليكم. نبلش شرح شابتر 3 إن شاء الله. شابتر 3 في اعتماد على شابتر 2 بمواضيع الكثافة والوزن النوعي والسبيسيفيك جرافيكي. أكثر من هيك ما في طبعا. فبتمنى إذا أنه أنت مش عارف الوحدات ومش عارف الهاي الجاما والدنسيتي إنك ترجع تعيدهم. تمام. شابتر 3 اللي عندي فلويد ستاتيك. ستاتيكس طبعا احنا نعرف انه المتطلب السابق لهي المادة هي ستاتيك مش دايناميك فعليا، يعني جهة فعليا مش دايناميك. طلب الفعل ستاتيك، بالتالي احنا بنعرف شو قلنا ستاتيك. ستاتيك علم السكون، انه مجموع القوة على الجسم او زيرو، الجسم ما يتحرك، الجسم متحرك. فاحنا كيف شو يعني فلويد ستاتيك؟ عادي بنفس البساطة، عادي السائل ساكن. هندرس السائل الساكن لو دخل فيه جسم شو بصير عليه قوة. ليش؟ انا مجموع القوة بتساوي صفر، فبدنا نحسب القوة. طيب كلمة ستاتيك بنعرف انه مجموع القوة على الجزيء السائل تساوي صفر. نحكي مثلا خصائصه في السكون، يعني ثبات السفينة ساكن ما بتحرك لما يكون ساكن. فلما يكون عليه سفينة، بالتالي انا قاعد بدرس خصائص السائل ساكن، يعني شو انا بحط فيه شغلات. كان الضغط، اهم شيء الضغط. الدايناميك فلويد ستاتيك والهيد الدايناميك الدايناميك حكينا عنه، مجموع القوى على السائل تساوي صفر. يعني كيف بصير عندي فلويد ستاتيك؟ علم المواعي اللي بيهتم سلوك المواعي في حالة السكون، حكينا عنها بأول شابتر. هسا في هيدروستاتيك، كلمة هيدروستاتيك ستاتيك يعني ساكن، هيدرو يعني مياه، كل ليش نحكي مياه؟ سائل، بس هي مياه فعليا. وكل جزء من السائل على قوة اتزان بتساوي قوة المحصلة الناتجة من الضغط الذي يساوي وزن السائل. يعني بكل بساطة فهمت الجملة، عادي بتحكي إنه القوة بتساوي صفر، يعني عنده قوة من الاتزان بس. لأنه في سكون ما في عندي شير ستريس، وإحنا حكينا أصلاً إنه بسبب الحركة هو تدفق والشير ستريس. بالتالي ما عندي حركة يعني ما في شير ستريس، بالتالي الضغط بيكون عمودي، يعني بيكون عندي نورمال ستريس شير ستريس. نورمال ستريس يعني أنا يعني عمودي على المساحة، يعني هاي المساحة أنا عندي هيك، تلاقي الضغط هيك مثلاً، المساحة هاي جاية هيك، الضغط عندي هيك، مساحة عندي هيك، الضغط هيك بيدي، مساحة عندي هيك، الضغط هيك. تمام؟ هيك الضغط على الجسم. تعرف شغلة واحدة هسه من هذا الشاب، ما تنزل لتحت الضغط بزيد. لاحظ هون الضغط، مثلا تشوف الأسهم طولها قديش، هو اللي بيمثل طول القوة هو طول السهم. أما هون شوف قديش السهم أطول، بالتالي إذا إنه أطول قوة الضغط إنه الطول هو بيمثل قيمة الضغط. كل ما زاد الطول زاد قيمة الضغط. إحنا أكيد مش راح يجيني طول. ببساطة إحنا هذا السائل عنا، هذا هيك السائل الساكن، سطح السائل، إشارة المثلث هاي يعني سطح السائل. فلو أخذت أنا جزء معين من هون ورحت درست له فري بودي دايجرام، هذا جزء السائل وهذا مركز الكتلة اللي هو قيمة الوزن. عشان يكون متزن شو بعمل؟ في عندي قوة ضغط بتعمل له اتزان. تمام، ما هي الفكرة؟ وزن لتحت، قوة اتزان لفوق. بالتالي شو قانون الضغط؟ الضغط هو الفورس على الاريا، معروف الضغط الفورس على الاريا، يعني الفورس بتساوي بي في، يعني قوة الضغط بتساوي بريشر في اريا. الضغط لحاله بتساوي الفورس على الاريا. ركز على هذا الاشي، ركز على هذا الاشي. الضغط وحدته بتكون نيوتن على متر مربع. هاي الوحدة بنسميها باسكال. هسا ممكن يكون الرقم كثير كبير لما يطلع معك، فممكن يكون كيلو باسكال. كيلو يعني ألف، يعني زي كأنك قاسم الناتج هذا ألف. عندك ميجا باسكال، زي كأنك قاسم هذا مليون أو قاسم هذا على ألف. هذا في النظام العادي. طب النظام البريتش أو القياس البي جي، النيوتن بتصير باوند والمتر بتصير فيت. فباوند لكل فيت تربيع. مرات بيكون الفيت كثير كثير رقم صغير، فممكن نخليه بالإنش تربيع. باوند لإنش تربيع، باوند انش تربيع، باوند فيت تربيع، نفس الاشي بس الرقم مختلف. اكيد انه انت قاعد بتحول ب 144 او تقسم على 144. بالتالي باوند كل انش تربيع هي مرمز لها بالرمز بي سي اي. باوند سكوير انش، باوند انش تربيع يعني باوند فيت تربيع مرمز لها بالرمز باوند فيت او بي سكوير فيت، يعني
باوند لكل سكوير فيت. فانت شفت بي اس اي يعني باوند انش تربيع، بي اس اف باوند لكل فيت تربيع. ركز عليها كثير، مهمة ومهمة جدا، مهمة ومهمة جدا. كيف تحول بينهم؟ عادي سهلة. باوند لكل انش تربيع، انا بعرف انه الواحد انش او خلينا اخليها بدلالة الفيت احسن، باوند لكل فيت تربيع، انا بعرف انه الواحد فيت تعطيني 12 انش، يعني انا بدي اضرب هاي ب 12، هاي تربيع بضرب كمان ب 12، يعني بضرب 144 تعطيني انش تربيع. لو بديها بالعكس، لو كانت انش تربيع اذا كان بضرب 144. يعني بالمختصر، يعني بالمختصر انه باند لكل فيت تربيع بحولها لانش تربيع، بحكي باند لكل فيت تربيع يعني هاي على 144. يعني لو كان عندي، لا هذه غلط انساها، كان عندي مثلا 150 باوند لكل فيت تربيع، قال لي حولها بي اس اي، طبعا هاي ايش؟ بي اس اف. بكل بساطه بتحكي الناتج هو 150 على 144. ليش؟ لانه بضرب هاي ب 12 وهاي ب 12. طب راح تحكي لي طيب انا لما بتحول من فيت لانش بضرب ب 12، طيب انت بتضرب بالمقام قاعد كانك بتقسم. وبس، وهذيك بالعكس لو كان بي اس اي بدك اياها بي اس اف بتضرب ب 144. هسه في وحدات هون بدك تعرفهم، عندي البار ما عمره اجبها بصراحه، بس في حلقه البار هو 10 قوه 5 باسكال او 0.1 ميجا باسكال او 100 كيلو باسكال. فانت احفظ ايش؟ لو حفظت واحدة منهم تقدر تستنتج الباقي، لانه قلت لك الميجا باسكال هي مليون، هاي 10 قوة 5 يعني في واحد بينهم، هاي الواحد. وانا قلت لك الميجا باسكال 10 قوة 3 باسكال، يعني اضرب هاي ب 1000 تطلع 100. تمام، الواحد اتموسفير، هذا اهم شيء، وحدة ضغط الاتموسفير هي 101.325 كيلو باسكال او 101.325 باسكال. واحد صفر واحد بار، ما احنا عرفنا شو العلاقة بين البار والكيلو. تعال، واحد كيلو جرام فورس على سنتيمتر مربع بتساوي هاي وحدة الجاذبية 3.81، او بالباسكال هيك، هاي ما هي باسكال. هون بدك تحول من كيلو جرام لنيوتن تضرب بعشرة او 9.81. يبقى البوينت 9 بار بتساوي بوينت 6 اتموسفير، بتقدر تطلع العلاقة بينهم هون التحويل. واحدة اتموسفير بتساوي 14.6 بي اس اي. تمام، يعني هذا بالنظام الثاني، يعني اذا السؤال كان عندك بالنظام الباوند والانش بكون الواحد اتموسفير بتساوي 14.7 تقريبا، او اذا كان بالنظام الاس اي نيوتن يعني بتكون 101.325 كيلو باسكال. 14.7 ذكرتها دارس هون، دارس شابتر 1 و 2. فبقول لك ارجع 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 هي 14.7. يعني بلشنا هذا السؤال، قلت لكم خلوه لبعدين، انا ما راح ارجع له يعني، بس بلشت الارقام تبين من وين اجت هاي. ضغط اتموسفير تمام، خليها هيك. احنا البريشر هسه بدنا نعرف شغله مهمه كثير، واللي هي وحدات البريشر وانواع البريشر. انا عندي ضغط، عندي ضغط اسمه ابسوليوت، ضغط اسمه جاج، وفي ضغط اسمه فيكم، وفي ضغط اسمه أتموسفير. ضغط الأتموسفير عرفنا 101 بوينت 3، اعتبرها بوينت 3 كيلو باسكال. تمام، امتحان معطى هذا 100 101 102 وهكذا. الأبسوليوت خليه والجاج خليه والفيكم خليه، هذا الأتموسفير اللي أنا مش كاتبه. بس شو الأبسوليوت وشو الجاج وشو الفيكم؟ الأبسوليوت بيكون هو مرجع من الفضاء الجوي. يعني كيف يعني؟ قلت لك انا عندي سطح سائل زي تمام، طويعه في مي او اي سائل بالحياه، مي سطح المي. قلت لك احسب لي الابسوليوت بريشر هون، هذا نقطه واحد مثلا. تمام، تحكي لي ليش الابسوليوت بريشر هون؟ بقول لك الابسوليوت بريشر هو مرجعه الفضاء الجوي. يعني لو تحكي السماء هون عندك، هون الفضاء الجوي، الضغط بكون هاي المسافه، بتكون هاي القيمة، هاي قيمة ضغط الأبسوليوت، هاي قيمة ضغط الأبسوليوت. تمام، هاي المسافة من هون لهون. تمام، هاي المسافة قديش بتساوي؟ لك هاي بتساوي أتموسفير، والأتموسفير بريشر. كيف يعني؟ بكل بساطة الضغط هون نفسه ضغط الأتموسفير. ليش؟ أول شيء الضغط هون بيساوي صفر،
بعد الضغط على سطح السائل بيساوي صفر، يعني بتاخذ ملاحظة الضغط على مستوى سطح السائل بيساوي صفر. أي ضغط، ضغط السائل نفسه اللي بنسميه جاج، اللي بيكون على مرجع معين. إذا مرجع الفضاء الجوي الجاج دائما أي شيء، لما أسمع كلمة أبسوليوت يعني بترفع الفضاء الجوي. يعني جيت قلت لك ضغط النقطة اللي هون، بقول لك ضغط النقطة اللي هون أبسوليوت، بيكون هاي المسافة من الفضاء الجوي، هاي كاملة من هون هون أبسوليوت. يب قديش ضغطها بالنسبة لسطح المي؟ بقول لك الضغط هذا ايش بنسميه؟ جاج او فيكم حسب الاشارة. الاشارة ان شاء الله بناخذها من شوي. بالتالي استنتج شغلة كبيرة، واللي هي انا بعرف المسافة من هون لهون هي اتموسفير، المسافة من هون لهون هي ابسوليوت، والمسافة من هون لهون جاج. فشو العلاقة بين الابسوليوت والجاج والاتموسفير؟ ببساطة الابسوليوت بتساوي اتموسفير زائد جاج، اتموسفير زائد جاج. بالتالي دائما خذها قاعدة، خلينا نكتبها كتابة، دائما لما يطلب منك قيمة ضغط المطلق يعني ابسوليوت، بتجمع قيمة الجاج مش الجاج الجاج، وبتجمع لها قيمة الأتموسفير الضغط الجوي هي 101 أو 14.7. لما يطلب منك قيمة الضغط المطلق اللي هي الأبسوليوت، هاي الأبسوليوت مع قيمة الجاج، لا بتجمع لها قيمة الضغط الجوي. يلا خلينا نشوف اللي هون عندي كمان إيش عندي. الفاكم، الفاكم هو سالب جاج، الفيكم هو سالب جاج او الجاج سالب فيكم. يعني انا اذا بدي ابسوليوت وكان ضغط فيكم بحكي اتموسفير ناقص فيكم. فهون شايف زي ما انا كاتب لك الابسوليوت دائما هو الاتموسفير زائد جاج 101 زائد هاي، بتهاي في حاله الكيلو باسكال، في حاله الباسكال 101 ضرب 1000 يعني هذا الرقم ضرب 1000، في حاله الباس اي 14.7 وهذا بتحوله لباس اي، فيكم تحكي طرح. أنا هون تعريفهم الصحيح، الأبسوليوت بشار مرجع الفضاء الخارجي، الضغط هناك صفر، المنطقة مليئة بالغاز ماليش فيها هاي الكلمة، الجاج برشر بالنسبة للضغط الجوي محلي عند مستوى سطح السائل بيكون صفر أكيد، الضغط على مستوى سطح محلي يعني مرجعي أنا سطح السائل بيكون ضغط على صفر ما في ضغط. الفيكم برشر هو الفرق بين الأتموسفير والجاج، بالتالي بيكون سالب جاج. طيب هون هاي العلاقة، لو جيت قلت لك هذا السؤال، هو موضوع مش سؤال هذا بس رسمة توضح لك الفكرة. لو جيت قد حكيت لك العلاقة، عندي هون أنا نقطة اسمها A، تمام هاي النقطة A، وعندي هون النقطة B. جيت حكيت لك كالتالي، حكيت لك أنا بكسب لضغط النقطة A وضغط النقطة B، حيث إنه local atmosphere pressure difference، يعني هون تقول مستوى سطح السائل، هون مستوى سطح السائل تمام، وانه هون حكي لك انه الضغط هون بيساوي صفر ضغط الجاج. بالتالي احنا نعرف انه الابسوليوت جاج زائد اتموسفير. قديش الاتموسفير؟ قديش الاتموسفير؟ 101. الاتموسفير كم؟ 101. طيب والجاج زيرو، في الابسوليوت كم؟ 101. ليش طبقت العلاقة هاي؟ هي عبارة عن اتموسفير زائد جاج، الجاج صفر، الاتموسفير هو نفسه ابسوليوت. وين هذا؟ عند مستوى سطح المي. دائما خذ قاعده، عند مستوى سطح المي ضغط الاتموسفير هو نفس ضغط الابسوليوت. او 14.7 بي اس اي، هون بي اس اي اي، يعني بي اس اي اي يعني ابسوليوت، بي اس اي يعني بي اس اي اي يعني ابسوليوت، بي اس اي جي يعني جاد. بالنظام خليني اكتب لك اياها، بالنظام بي جي سيستم اللي هو تبع الباوند والفيت، ما بحكي ابسوليوت ابسوليوت برشر، خلص بحكي بي اس اي ايش يعني ابسوليوت، هاي ابسوليوت برشر جاهز. مش ما بحكي بس بالسؤال لو جاك زي هيك اعرف انه هاي القيمه ابسوليوت. اس اي دي يعني جاد. اما بالنظام العادي بتحكي ابسوليوت برشر بيساوي كذا باسكال، ما في باسكال جي باسكال اي. طيب نرجع لهون، حكينا هذيك النقطه اي وهذا المرجع عندي انا، نقطه لفوق ضغط، انه فرضا بزيد ضغط هاي وقاعد بقول لي، بقول لي ضغط النقطة هاي، ضغط النقطة اي عن المرجع 200 كيلو باسكال جاد.
يعني 200 كيلو باسكال قاعد، يعني له قيمة. يعني ضغط النقطة ايه بيلا ايه 200 كيلو باسكال قاعد، تمام. فنبدأ ابسوليوت، اوكي ايه ابسوليوت 200 كيلو باسكال، يعني بجمع 101 تساوي كم؟ 301.4 ابسوليوت. ابسوليوت لاحظ هون، هي يقول لك اذا هذا مرجع الابسوليوت. انا لما رسمت لك اول مره رسمت لك اياها بالعكس، رسمت لك اياها بالعكس، قلت لك اياها انه المراجع انه فوق صفر وتحت هاي عادي مش مشكله، المهم تفهم الفكره. الفكره انه الابسوليوت بكون مسافه بعيده عن اللوكل تبعك، قال لي هاي المسافه كامله 301. ليش؟ الضغط لحالها 200 وهاي لحالها من هون لهون هي الاتموسفير، هاي الاتموسفير 101، هيها 101 اتموسفير. بالتالي ضغط النقطة ايه 101 ابسوليوت. فانت ما في داعي ترسم الرسمي، خلص احفظ القانون عندك. اذا بدك ابسوليوت بتحكي جاج زائد اتموسفير، قال لي ضغط ايه جاج 200 فالابسوليوت كم 300. لاحظ بالنظام الثاني قال لي 28.9 جاج بي اس اي جاج، بدي ابسوليوت تجمع له 14.7، تجمع له 14.7. نيجي لضغط النقطة بي، النقطة بي حكى لي النقطة بي ضغطها هي هون قيمتها سالب 50 جاد، سالب 50 جاد. كم أبسوليوت؟ لك أبسوليوت بتساوي 101 بوينت ربع ناقص 50. كم بيطلع أبسوليوت؟ بيطلع عندي 51 أبسوليوت، بيطلع معي 51 أبسوليوت. يعني أنا في حال الضغط السالب، في حال الضغط الفيكم بكل بساطة الابسوليوت بيكون اقل من الاتموسفير، اكيد شيء اجباري يعني، يعني بطرح طلعت. يب الفيكم كم؟ الفيكم 50، الجاج كم؟ سالب 50، يعني 50 فيكم او سالب 50 جاج بس، يطلع 51 ابسوليوت سالب 7 جاج او 7 وربع فيكم او سالب 50 جاج. مش كاتبينها بالفيكم كم، زي ما حكيت لك سالب 7 وربع جاج او 7 وربع فيكم، يعني الفيكم سالب بس، يعني زي ما تقول سالب السالب. خلص هي هذا الشرح كلياته بالنسبه للضغط، يعني الفكره بس النهائيه في حال طلب منك جيب شر سب عن سطح السائل، في حال طلب ابسوليوت تحسب الجاج ما هو من سطح السائل وتجمع له بتجمع له الاتموسفير، حسب الاتموسفير شو الوحدات اللي عندك. هاي الفكرة فيكم تحكي سالب جاج بس، الجاج عندك سالب 50 فالفيكم 50، الجاج عندك 100 فيكم سالب 100 وهكذا. بس هذا الملخص النهائي، الفكرة كانت شرح عشان تفهم فكرة. الحكي اللي تحت هو كله نفسه. في عندي الباسكال لو، بديش تركز لي عليه من مرة، يعني هاي الصفحة كلها هاي، بس اعرف انه الباسكال لو بيقول لك انه الضغط على جميع الاتجاهات لنقطة معينة بيساوي نفسه على واي ونفسه على اكس، يعني عنده النقطة هون، النقطة هون، سواء على محور واي ولا محور اكس ولا محور زد الضغط لها متساوي، بس من خلاله اشتقنا قوانين معينة. هي بريشر ات بوينت has a same magnitude and all direction is isotropic. النقطة اسمها isotropic. سلوك الضغط، سلوك الضغط إن شاء الله هذا راح نحكي عنه بالفيديو الجاي، خلي هذا الفيديو بس هيك 16 دقيقة. إن شاء الله الفيديو الجاي راح نحكي عن الأرقام، يعني كيف نحل الأسئلة، وإن شاء الله يعني راح نمشي كثير لأنه كله نفس الأفكار بإذن الله. يعطيكم ألف عافية.